نعم تفضل خليل، كنت سألتك عما توفر لديك من معلومات حول صوت الانفجار في حقل العمر النفطي، تفضل. نعم خالد، يبدو أن فرحة الأمريكان لم تكتمل باستهداف أحد القيادين في حزب الله العراقي في العاصمة العراقية بغداد مساء أمس، ولكن بعد ساعة من هذا الاستهداف وكما تقول القوات الأمريكية هذا الصيد الثمين، تعرض حقل العمر وهو من أكبر القواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا لقصف بمسيرات من تواصلنا معهم في بلدة البصيرة وهي في ريف دير الزور الشرقي، ويبدأ وتبعد عن الحقل حوالي خمسة كيلومتر. أخبرونا بأن هناك صوت انفجار عنيف جدا في حقل العمر، وهناك حالة استنفار من قوات قسد وحتى من القوات الأمريكية، والبعض قال بأن القوات الأمريكية قطعت جميع الطرق تقريبا المؤدية إلى الحقل باعتبار أن الوقت كان متأخرا، ربما يكون هناك أعداد من قتلى من القوات الأمريكية. وأيضا القوات الأمريكية هي من الجهة الجنوبية الشرقية من حقل العمر، وهذا الحقل الذي يعد كما ذكرت هو من أكبر الحقول النفطية في سوريا، وأيضا من أكبر القوات من أكبر القواعد الأمريكية المتواجدة في شرق سوريا. هذا الحقل خالد تقاسه بين القوات الأمريكية وبين قوات قسد، وأيضا تعرض تقريبا قبل 4 أيام لقصف من قبل مسيرات أو قصف صاروخي استهدف مبنى الأكاديمية التي تتخذه قوات قسد، وهي التي تسيطر على القسم الشمالي من الحقل، في حين كما ذكرت بأن القسم الجنوبي والجنوب الشرقي من الحقل هو للقوات الأمريكية. هذه القوات خالد تقريبا منذ أن تعرض البرج 22 في مناطق المثلث الحدود السوري العراقي الأردني قبل أيام بدأت تشكل حالة استنفار، وأخذت تأخذ الاحتياطات الكافية إن كان من جهة حركتها من المتواصلة ما بين حقلي العمر والكوليكو تقريبا يفصل بينهم حوالي 10 كيلومترات، أصبحت هناك حركة مشددة على تحركات القوات الأمريكية ومرافقة من مرافقة كاملة من قوات قسد، وايضا احيانا تسير تحت جنح الطائرات الامريكيه المروحيه في تلك المنطقه. نعم خالد. نعم. خليل هملو من دمشق، شكرا لك خليل على هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات.